سألناس كل ما عندكم فيديو جديد which is how to clone yourself كما في الفيديو هذا كمان سين نوتيوسي يا معلم روح من الدكتوش ربي علاش جيب فيه يا علاش حسب هذا ما باش نصور فيديو حسر ابو المتعد anyways اول حاجة لازم تعرفوها على الكلونينج انو الكاميرا بتاعك لازم تكون فيكسي so you need a tripod دونك اختار البلاصة اللي باش تصور بها الفيديو حط التليفون بتاعك ركب الكاميرا and start recording دونك من الاول تصور الشخصية الاولى ومن بعد من غير ما تخص الفيديو ديريكت تصور الشخصية الثانية وتوا كان كمل التصوير go to Premiere Pro وحل الفيديو اللي صورته دونك من الاول امبورت الفيديو بتاعك على Premiere Pro حل الفيديو ونمشي للبارتي اللي باش تبدا فيها الشخصية الأولى دونك رابط من هنا دونك سي اون ذا بي وورد باش تعمل سبليت البارتي الأولى زايدة نظرة صغار تو شوفوا البارتي اللي باش يقوم الشخصية الأولى دونك لهنا نرجع هكا وقت ما نقوم نعمل سبليت وتو نمشيو للبارتي اللي باش تبدا فيها الشخصية الثانية كذا زي كات دونك هنا قبل ما تشوف الشخصية الثانية كات تول معانا دو فيديو فيديو فيه الشخصية الأولى وفيديو فيه الشخصية الثانية هنا مانيش باش نسحقو الساوند دونك نجيو لهنا نعمل اللينك الساوند تنحى دونك حطو الفيديو الأولى فوق الفيديو الثانية ولا بالعكس كما تعمل كيف دونك نجيو لهنا سيليكسيونيو الفيديو الفوقانية نجي ايفيكت كنترولز و تمشيو ماسك بوليغون ماسك تحت اوباسيتي دونك بوليغون ماسك و ماسك البلاصة اللي فيها الشخصية الثانية نعمل ماسك على البلاصة الكل تظهر الشخصية كلها دونك لهنا كنشوفو فما الإيدج قاعد ظاهر دونك نجيو ماسك أوبشنز نجيو لهنا فيذر نزيد شوية فيذر ليتل بيت أوت شوية شوية برا سي بون دونك إيدج ولا بريكل تو دونك نرجع من الأول ونعاود نعملو الفيديو That's how you clone yourself. Thanks everybody for watching. Inshallah, kun ajbetkom el video. Kil ada, comment, like, subscribe, and see you in the next video. هذا هو كونغرس هاي هذاك